تصفي. تواصل وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطرف عمليات المداهمة لأوكار الجريمة بشتى أنواعها عبر كامل إقليم ولاية الطرف، وهذا بالتعاون والتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، وتهدف هذه العملية إلى استباق الجريمة وكذا حفظ النظام العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ديمومة المراقبة للإقليم، محاربة الجريمة بعد وقوعها والقبض على مرتكبها. في الأخير يبقى الرقم الأخضر المجاني 1055 تحت تصرف المواطنين للاستفسار والتبليغ عن أي تجاوزات.